ومعنا من الحدود السورية التركية الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب جابر. أهلا بك سيد صهيب. بداية، ما هي المعلومات التي لديك حول القصف على شرق دير الزور، وهل هنالك إحصائية لأعداد الضحايا؟ نعم، بداية أحييكم السادة مشاهدي حلب اليوم. القصف حياكم. لم يتوقف، الغارات الجوية من التحالف الدولي لم تتوقف، القصف بالمدفعية من قسد وأيضا في بعض الأوقات من نظام الأسد والميليشيات الطائفية في الضفة الغربية باتجاه مناطق الضفة الشرقية أيضا لم يتوقف. حصار المدنيين ما زال مستمرا، أكثر من 40 إلى 50 ألف مدني، ليس هنالك إحصائية دقيقة ولكن بهذه الحدود هنالك أعداد من المدنيين محاصرين في رقعة جغرافية لا تتجاوز 35 كيلومتر. هنالك مأساة يعيشها المدنيون في هذه المنطقة، لذلك انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والإنساني أطلقنا حملة بعنوان المدنيون ليسوا داعش، بهدف مناصرة هؤلاء المدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف والمجازر بشكل شبه يومي. البارحة فقط كان هنالك 6 شهداء مدنيين استشهدوا في منطقة الشعفة بالقصف من التحالف الدولي. حصار مطبق على هؤلاء المدنيين، حتى من سيستطيع منهم الخروج إلى مناطق قسد يحتجز في مخيمات أو معسكرات اعتقال عنصرية في هذه المناطق. نطالب طبعا بفتح ممرات آمنة لهؤلاء المدنيين، ليس فقط للتوجه إلى مناطق نفوذ قسد واحتجازهم كما يحدث عادة، وإنما إلى التوجه إلى الأماكن التي يريدون التوجه إليها. مأساة حقيقية يعيشها الأهالي المدنيين في هذه المناطق، ومجازر تكررت في سوسة، في أبو الحسن، البقعان، الشعفة، محيط هجين أيضا. هنالك أعداد كبيرة من الشهداء من الأطفال ومن النساء ومن الشبان من المدنيين أيضا استشهدوا خلال قصف التحالف الدولي على هذه المنطقة. هنالك معلومات تصلنا باستمرار عن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، نستطيع أن نقول، وأبسط حقوقهم في هذه المناطق. كل أنواع الانتهاكات وثقت باستهداف مباشر من جميع الأطراف، من قسد، من داعش، من التحالف، من الحرس الثوري الإيراني، الميليشيات الطائفية، نظام الأسد، الجميع يستهدف هؤلاء المدنيين. لذلك حقيقة نستغرب ما هو دور المنظمات التي تدعي أنها مع حقوق الإنسان أو تحافظ على المدنيين، تحمي المدنيين، ما دورها وأين صوتهم في هذه الفترة؟ ولماذا ينعت ويطلق تطلق صفة الانتماء لداعش إلى هؤلاء المدنيين، على الرغم من أنه أمر واضح جدا أنهم ليسوا منتمين للتنظيم وأنهم محاصرين، ومفروض عليهم سياسة الأمر الواقع من التنظيم الذي يعدمهم. كلما حاول أحدهم الفرار من مناطقه يقابل بإعدامات ميدانية من طيب، التنظيم. سؤال برسم كل المنظمات الإنسانية. أشكرك جزيل الشكر صهيب الجابر، كنت معنا من الحدود السورية التركية الصحفية في شبكة فرات بوست. شكرا لك.